توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين 25 يوليو. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الاثنين أن يظل الطقس حارا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، منطقة سوس الجنوب الشرقية للبلاد، وبداخل الأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محليا بالقرب من السواحل. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية أو زخات مطرية وبروز رعد بصفة محلية فوق مرتفعات الأطلس، مناطق الغربية المجاورة بالجنوب الشرقي، كما ستلاحظ هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب والجنوب الشرقي ومصحوبة بتناثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 18 و 24 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 22 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية وادي ملوية سهول المحيط الأطلسي وبغرب الأقاليم الجنوبية، في حين ستتراوح ما بين 27 و 32 درجة في باقي أرجاء المملكة.